يعني انت بتعتز بيها، قول الو كده وحاول تعرف من الصوت مين اللي معانا على التليفون. الو الو ده الو، يعني عشرة عمر وصاحب هو انت عرفت مين؟ هشام بس حنفي. طبعا هشام حنفي طبعا. كابتن هشام حنفي، مساء الخير يا هشام. هشام احنا بنتكلم بشكل يومي، يعني بشكل اهلا يومي. وسهلا، وحشني بقالنا كتير قوي، ما يعني من زمان الحقيقه ما تقابلناش من زمان وشفناش بعض، بس حقيقي انت الحقيقه ليك معزه خاصه جدا، اهلا بيك ربنا معانا. يخليك يا احمد، ويعني سعيد جدا جدا بتواجدك اكيد في قناه النادي الاهلي، الله يخليك واجهه مشرفه الله يخليك، خبراكي ميرسي يا هشام. في الحوار. انا اعرفك على المستوى الشخصي طبعا، طبعا طبعا، اكيد حاجه محترمه جدا جدا ميرسي يا جدا هشام، الحاجات اللي ربنا عملتها. يخليك، طبعا ميرسي طبعا ميرسي. طبعا هشام كابتن اول اشرف من غني. استقبلني في النادي الاهلي لانه كان كابتن فرقتي، اه وطبعا لغايه دلوقتي كابتني يعني بالتاكيد. بعتز الله شخصيا من الشخصيات اللي بعتز بيها جدا في حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه وحتى على مستوى الملعب. هشام فرق الحقيقه معايا كتير جدا في استقباله ليا داخل النادي الاهلي، أيوة. وبقينا اصحاب من وقتها لغايه النهارده. الحقيقه احنا بنتكلم بشكل يومي مع بعض طول الوقت، بنتقابل وبنلعب مع بعض هو واحنا حاجات مدخلينه خارج في الملعب. الكنترول عشان يعمل مداخله، قال بس انا كنت مسلف اشرف بالظبط. 300 جنيه عايزهم بس. الحقيقه من الناس اتفضل يا المحترمه هشام. جدا جدا واللي عمل تاريخ كبير جدا لجيلنا كمان، يعني الحقيقه طبعا داخل النادي الاهلي الله يخليك كابتن انا الحقيقه اشرف. بتشرف بيه هشام يعني. لا يعني خليني اتكلم بس عليك انت، لان انت فعلا واحد من اهم الناس اللي شفتها في حياتي، واخوات ولعبنا مع بعض يا احمد والله كتير جدا. واشرف يمكن اتظلم يعني في الكوره بشكل كبير جدا في النادي الاهلي تحديدا، لان هو من اللعيبه الفراوده الهدافين اللي في اي مكان يقدر يخلق لك هدف. زي ما قلنا، وانا كنت بسمع في الاول قبل ما ادخل معاك وسامع اشرف بيتكلم على الناس اللي مشيت واثرت في حياته. خلي بالك الكوره رزق وحظوظ، يعني في طبعا وقت طبعا معين بيبقى انت ليك رزق في المكان ده، وفي ناس ثانيه يبقى مالهاش رزق. يعني انا اذكر لك واحد يعني من اهم اللعيبه اللي كانت مثلا في تاريخنا برضو او في جيلي انا واشرف، كان معتمد جمال. ده صحيح. معتمد جمال انا جيت عليه في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين 11 سنه، قعد معانا سنتين وما كانش ليه تواجد ان هو يلعب بالشكل المطلوب، لان انا جيت لعبت اساسي على طول. ايوه. ما كانش حد الحمد لله في الفتره دي يعني قعدني يعني. فانا معتمد، كان الكابتن بيتكلم عليه ان هو لعيب هايل، هو معتمد لعيب هايل جدا. صحيح صحيح. هايل. هو شاف نفسه يبقى في حته ثانيه عشان يلعب، لما راح بقى نجم نادي الزمالك وهو اول واحد ظهر فينا. لعب وهو عنده 16 سنه او 17 سنه في نادي الزمالك فريق اول مع كابتن اسماعيل يوسف واشرف قاسم وجمال عبد الحميد، يعني لعب قبلينا كلنا. ايوه. هي ما تعرفش ربنا بيرتبها ازاي، طبعا. يعني طبعا. كل شيء في ولا الاخر نصيب، يمكن حاجه في توقيت معين انت تشوفها حاجه مش في مصلحتك او حاجه وحشه بالنسبه لك، لكن مع الوقت وتروح قدام شويه تلاقي ان ربنا كان كاتب لك حاجه احسن بكتير جدا. بالظبط. هي نصيب طبعا ورزق مكتوب لك في حته ثانيه. اجيال بقى، هي صحيح قيس على كده اجيال كبيره يعني. طب كلمني بس، ايه اكتر حاجه تفتكرها انت واشرف في الملعب مع بعض يعني، كتير او بره الملعب برضه مفيش مانع يعني، ايه الفكر بس بلاش فضايح يعني. اشرف يعني مواقف كتير قوي يا عم، انا هقولها لان حاجات بتضحك. بلاش فضايح بقى يعني، خلينا في المعقول. ها عايزين فضيحه صغيره كده يعني، مش لازم فضيحه كبيره قوي، ناخد فضيحه صغيره كده. لا الكبيره قوي اللي هو يعني يوم ما اشرف جه النادي الاهلي طبعا استقبلناه كلنا كواحد من اللعيبه اللي في الناشئين، انك يعني تجيب لعيب كبير في الناشئين وتعمل له مهرجان، دي كانت كبيره قوي زمان قوي في النادي الاهلي. ما بتحصلش انت تطلع مخصوص المنيا عشان تلعب ماتش مع المنيا، وطبعا جماهير كبيره جدا في الملعب. صحيح. طبعا احنا بنسخن وننزلنا من الاوضه، واشرف اللي الوحيد اللي ما نزلش، وانا كنت كابتن الفرقه واشرف ما نزلش. فانا مستغرب، احنا بننزل مع بعض كلنا، ما عندناش حد فوق التاني او واحد اللي هو ايه شايف نفسه. احنا في النادي كلنا زي بعض، مفيش كابتن او بتاع. يعني مثلا انت عارف في ناس النجوم بتتاخر في الملعب اللي هي تنزل اخر واحد عشان ياخد الشو. احنا كان لا، بننزل مع بعض. فنتفاجئ ان احنا اشرف مش موجود في الملعب. اشرف فين يا جماعه؟ لا مش في الملعب. فرحت موقف التسخين، فين اشرف؟ اتاري اشرف بيلف على الجمهور واحد واحد بيسلم عليهم كانه ماتش اعتزال. يا ابني تعالى يا حبيبي. الناس كانت فرحانه قوي بالنادي الاهلي هناك في صملوط يعني. ف يعني الحقيقه كان الناس فرحانه جدا بيا ورحبوا بيهم بشكل كبير جدا الحقيقه يعني. دي حقيقه. فدي من المواقف اللي هي يعني ده ماتش اعتزال، فاحنا بنقول لاشرف ده ماتش البدايه بتاعتك. وفعلا من اول ما دخل يا احمد الفرقه بصراحه، يعني كان هو بيلعب هو وتامر نجات قدام بس حربه، فعلا الاثنين دول اتظلموا بشكل كبير يعني. يمكن تامر ظهر في المنصوره شويه. منصوره طبعا. لكن اشرف اتظلم بجد. يعني اشرف اول حاجه جسمه كويس جدا في الكوره. كان الجيل صعب قوي يا هشام، يعني عشان كده انا لسه بقول احمد ان هشام عمل
عمل لنا طفره كبيره جدا لجيلنا، لانه قدر يشارك في مع مجموعه مهمه جدا في النادي الاهلي كان صعب الدخول وسطها يعني. فدي يعني فرقت حياه كتير جدا جدا معاك. يعني انا عايز اقول لك ان في يعني مش عايز اقول يعني مين المدرب اللي في الفتره دي قال لنا انتوا ما ينفعوش تلعبوا، لان احنا كنا فعلا احنا في مجموعه كبيره قوي ونجوم كبيره قوي في الفريق الاول. احنا كان عندنا 18 سنه 19 سنه مسمعين بشكل كبير قوي قوي، يعني كنا اول البطولات على طول على الجمهوريه، يعني نكسب كل الفرق الحمد لله، ما فيش فرقه وقفت قدامنا. يعني اشرف موجود عندك بيقول لك صحيح. بنكسب بالثلاثات والاربعات والخمسات والستات، يعني وصلنا 6-0 اهلي وزمالك. اشرف عارف الكلام ده، هو موجود حقيقه عشان هو كان بينكره الكلام ده. يعني فالحمد لله كنا فرقتنا تقيله قوي قوي، يعني من الفرق تقيله. فعشان نلعب في الفريق الاول الموضوع كان صعب قوي، فمن عدد اللعيبه والنجوم انت في كل واحد في مركزه نجم كبير قوي. يعني اشرف كان قدام كابتن حسام حسن وبرير وكابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، كابتن طارق خليل، كان فيليكس ابو واجد، كان في جورج ارثر. يعني الموضوع صعب قوي يا هشام الحقيقه، يعني كويس ان احنا كنا بنتمرن فوق. صعب قوي، لكن والله فعلا يا احمد انت معاك واحد من الناس المحترمه. طبعا طبعا دي بقى شخصيه النادي الاهلي بقى. عندك لعيب محترم، انسان محترم. انا كان نفسي يكمل، لكن هي كل حاجه رزق طبعا انت عارف. لكن في النهايه حتى كمان سلك الطريق الاعلامي. أيوة. وعمل لنفسه شخصيه اعلاميه صحيح. فعلا يعني اشرف حاجه محترمه جدا يعني. صحيح. اشكرك جدا يا هشام والله، مش عارف اقول لك ايه. انا بشكرك جدا طبعا انك انت معانا، ونتمنى تكون موجود معانا بقى لايف في الاستوديو قريب ان شاء الله. الله باذن الله احنا طبعا ما تاخرش على قناه الاهلي. ربنا يخليك لينا. شكرا جزيلا كابتن هشام حنفي، نجم مصر طبعا والنادي الاهلي.